الإعلامية من خلال توسيع عملية التفكير باش نلقاو أوفق الأدوات باش تكون عندنا خدمات صحية ذات جودة وعامة وشاملة بالنسبة للمواطنين والمواطنات مع واحد الآلية ديال الإنصاف فيها. ولذلك التمويل هو من بين النقاط الصعبة في أي منظومة صحية. هذه المناظرة تهتم باش تشوفوا شنو هي التجارب الدولية في هذا المجال وكيفاش يمكن احنا نطوروا التمويل ديالنا احنا ديال المنظومة الصحية. اليوم 50% من التمويل ديال الخدمات الصحية هي من جيوب المواطنين وهذا لا يستقيم. واش نقصوا خصنا اولا وقبل كل شيء توسيع التغطية الصحية اللي احنا غادي نبداو فيها وغادي تصدر المراسم الاولى قبل نهاية 2019 بالنسبة للفئة الاولى اللي غادي تدخل في افق ندخلوا الفئات الاخرى في سنتين او ثلاث سنوات المقبلة ان شاء الله. وهذا غادي يمكننا نوصل 90% من التغطية الصحية الشاملة باذن الله. وايضا اصلاح نظام التغطية الصحية راميد اللي هو حتى هو الاصلاح ديالو غادي يمكننا باش نعطيو الخدمات الجيدة وتوصل لهاد المواطنات والمواطنين اللي هما من الفئة الفقيرة والفئة الهشة. اليوم تقريبا عندنا 8.5 مليون تقريبا ديال البطاقات النشيطة ديال الراميد اللي كتخدم وكتخدم الان. على ذلك هناك فئة واسعة من المواطنات والمواطنين كيستافدوا من هذه الخدمات المجانية في المستشفيات العمومية ديال الراميد. ولكن هذا يحتاج إلى تطوير أيضا. بطبيعة الحال عندنا على الطاولة المشروع ديال القانون ديال السجل الاجتماعي الموحد اللي صدق عليه المجلس الحكومي منذ 3 أو 4 أسابيع اللي غيتحل على البرلمان في القريب العاجل إن شاء الله، اللي هو كيهدف باش هذا الاستهداف هذه البرامج الاجتماعية وفي مقدمتها الراميد تمشي فعلا إلى المستحقين وإلى المستحقين وحدهم. وهذا التحدي ديالنا أيضا في سنتين أو 3 سنوات مقبلة. المناظرة اللي كتنظمها وزارة الصحة حول تمويل المنظومة الصحية كتدخل في إطار التفكير المواكب لتنزيل المخطط الصحة 2025 فيما يتعلق بالشق المرتبط بالحكامة ديال النظام. الجانب ديال التمويل والتمويلات المبتكرة اليوم جانب اللي اعطيناه أهمية وفتحنا لواحد النافذة في هذا المخطط. من خلال هذه المناظرة والتوصيات ديالها يمكن نمشيو في حلول باش نواكبوا التحول الديموغرافي التحول الوبائي اللي كي تعرفوا بلادنا، حيث اليوم هذا التحول كيخلينا يعني في واحد الامل وهذا الامل الحياه ديال 76 سنه كيخليها كذلك انه الجزء كبير من الساكنه خاصه لما كتفوت 60 سنه كتعاني من امراض مزمنه. اكثر من 60% ديال هاد الناس اكثر من 60 سنه كيعانيوا على الاقل مرض مزمن، فهذه فيها واحد الثقل اقتصادي اللي خصنا نجاوبوا عليه. تمويل المنظومه الصحيه اليوم نفقات الصحه في 15 سنه الاخيره بفضل خاصه تعميم او توسيعه ديال التغطيه الصحيه الاساسيه ونظام المساعده الطبيه الراميد، يعني نفقات اللي ضعفات 3 مرات في 15 سنه الاخيره. الى خدينا الميزانيه كذلك وزاره الصحه كذلك تطورات ب 50% من 2011 تقريبا ب 10.45% في السنه الماضيه. هذا الشيء كله كيوصلنا الى 65 مليار ديال الدرهم كنفقات ديال الصحه في بلادنا اليوم في هذه السنه هذه اللي كتشكل 6% من الناتج الداخلي الخام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.